شايفين هذا هو الفطور تبع اليوم، سمك السالمون مع صوص الجبنه والطماطم. اهلا وسهلا فيكم يا قهرين، كيفكم؟ محمد مستعي. اليوم عنا اكله انتم شايفين خرافيه على الافطار، مشان تنوعوا دائما يكون في هيك دايت صحي ما يكون ممل ومعد. راح تعجبكم هاي الاكله كتير كتير، جربوها وهي سهله كتير بصراحه، يعني ما بدها كتير مكونات. راح اورجيكم اكله على السحور، شو هي اكله السحور اليوم. كل كم يوم بعمل لكم هيك فطور وسحور متنوع مشان ما تتركوا الدايت وتطلعوا وتملوا، خصوصا بشهر رمضان لانه شهر طويل. فخلوني اورجيكم هاي الاكله تبع اليوم اللي هي سمك السالمون، كتير طبي بهذا الصوص اللي انا عملته، مختلف تماما عن اي صوص بتشوفوه برا. هذا الاكل، هاي الاكله رح تعجبكم كثير. فخلونا نروح ونبلش فيها. يلا، اول شيء بدي اياكم تجيبوا الطماطم كرزيه مثل هيك، الكاركس اللي عندكم، انا عندي شوي حجمه كبير فبحاجه لثلاث اربع منهم. هو هاي كمان هيك هيك تمام، بعتقد هيك بيكون كافي. كل ما كانت الطماطم مليانه هون بكون اطيب، تعطيه هيك يعني تكون مسقسه اكثر. طيب خلينا نغسلهم اول شيء. هاي هيك بعد ما غسلناه هون. هلا الشغله الثانيه، بدنا نجيب فيتا تشيز اللي هي من جبنه الماعز الكوت ميلك. جيبوا من اللو فات، اهم شيء اسمها فيتا تشيز من اللو فات، تكون اقل شيء نسبه دهون حوالي 12%، تكون افضل كثير. طيبه هاي الجبنه مع هاي الخلطه كلها. 200-300 جرام من الفيتا تشيز. خلينا نحط بهارات معها، ممكن بدال الثوم، بدال انا بحب البودره ثوم افضل، يعني بتكون اخف شوي من الثوم العادي. ممكن اذا بدكم ثوم عادي، ثوم مهروس هيك نحطه شوي فوق، او البهارات ثوم بس هيك حتى. كمان البصل البودرة، مسحوق البصل كمان شوي، الفلفل الاحمر الحلو اذا بتحبوا الحد انتم مو مشكله، بس انا بالنسبه لي ما بحب الحد. نحطه هيك. هاي الاكله رح تاكلوا اصابع ايديكم وراها لانه كثير طيبه وشهيه، يعني وصفه جديده للسالمون، سمك السالمون، مشان ما يكون بس هيك مشوي بدون اي نكهه. طبعا هاي الفيتا تشيز مثل ما شايفين هيك مثل ما هي، بس نصفها فوق. هيك مثل ما هي هلا بنحطها بالفرن مباشرة على درجة 180 حوالي شي 20 دقيقة بتكون مستوية كلها جاهزة. بنحطها تستوي. وهلا عنا السالمون، بدنا بهره شوي، بدنا نشويه لحاله على جنب، معلش خلوا الصوص لحال بالفرن، وهذا بدنا نشويه على الاير فراير او ممكن بالفرن، اذا ما عندكم الفرن الهوائي ممكن دغري بالفرن سوا مع الصوص، بس انا بدي يكون كل شيء لحال اطيب بيكون. طيب شو بدنا نحط له؟ هي بدنا نحط شوية ملح، عندي اربع فراخ تقريبا حوالي شي 300 جرام من سمك السالمون. نحط شوية فلفل، شوية فلفل احمر كمان طعم، نفس الشي مسحوق الثوم شوي، وهيك كل تمام. نحط بقلاية الهوائية، نحط دول الفراخ كلهم سوا، وهي هيك هلا بدنا نحطها بالفرن نطلع 200 تقريبا 10 دقائق، بعدين نرجع نقلبهم على الوش الثاني 10. اوه شايفين؟ هلا بس هيك نعطيها تفعيسة صغيرة ما نستوي شوي، رح ارد ارجع ما رح اخليها هيك، بس مشان البندورة مع الجبنة نخلطهم سوا. هيك الجبنة مع البندورة. وهي السمك صار جاهز كمان، مشان يشربوا مع الصوص كله سوا. رح ارجعهم طبعا على الفرن 200. هيك استوى طبعا السمك، بس شوي مع الصوص تكون جاهز كل لقياته سوا. بنرجعها على الفرن حوالي شي 5 دقائق بتكون جاهزه. واو، وهي صارت الاكله جاهزه، سمك السالمون بصوص الجبنه مع الطماطم، كثير طيبه وريحتها بتجنن بالبيت، لازم تجربوها على الفطور. هلا بقى انا هون جهزت الصحن مع شويه رز، تقريبا حوالي شي 200 رز مسلوق. طبعا لازم بدها شيء قدامها، بطاطا او رز او شيء. شايفين هيك نجيب السمكه هيك كلها، نحط واحده قطعتين. اوه اخر شيء بنحط لها شويه زينه خضره على الوش، كل تمام. اوه
شايفين على المنظر، هذا هو الفطور تبع اليوم اللي هو سمك السالمون مع الصوص الخاص اللي انا وجدتكم اياه هلا. لازم تجربوه، قولوا لي شو رايكم فيه تحت. طيب خليني ادوق لكم اياه هلا مثل ما قلت لكم قبل ما نروح على السحور، لانه قلت لكم بدي اورجيكم وجبه السحور. بس خلينا نبلش فيها لهي، لانه انا كثير جعت على فكره. هو قدن بس كله معلش. اوه ويلش طيبه. طعمه الجبنه هيك الحامضه مع الكريم، هي الجبنه كريمي والصوص كتير كتير طيبه. انا رايح ابلش بهاي لانه مثل ما قلت لكم قدن، بشوفكم على السحور. سلام. وهلا اجينا لوجبه السحور. طبعا تعبان منتهي، بس نعمل وجبه السحور كرمال عيونكم. راح تكون وجبه كتير طيبه، فرنش توست بس على طريقه مستايل، مو الفرنش توست الموجوده على اليوتيوب. اول شيء بدنا نفصل الصفار عن البياض. والصفار مثل العاده ممكن تحطوه لبعدين تاكلوه ببيض مقلي او بعجه او تخلوا حدا يساوي. تمام، خليها على جنب. بعدين حوالي شيء اربع بياض بيض بيكون تمام. لون شوي نفس الخليط تبع بياض البيض، بنحط له قرفه ناعمه، بنخلطهم سوا. طبعا ما بدنا اياها تكون اكله مالحه، ما راح تكون اكله مالحه، راح تكون اكله حلوه. طيب مش بيض عادي رح نساوي، مشان هيك حطيت انا القرفه. ما تقولوا ليش قرفه مع البيض. كبستين توست اسمر، اثنين توست اسمر مثل ما شايفين. نجيب اول وحده وننقع البيض من وشين سوا، خليها هيك شوي بس تتغمس بالبيض منيح. بيض البيض. نجي على المقلايه، بعد ما حطينا شويه زيت زيتون بس لو اذا عندكم البخاخ، نجيب نحطها هون مع التوستاي الثاني كمان، ننقعها ونحطها قدام اختها، نلحشها قدام اختها. وقمع سريع. وهي الثانية نوص الغاز. وبهدول هلا البياض البيض البقيان بدنا نخفقهم خفقة واحدة بالخفقة هيك. تقريبا صارت جاهزة. رح نجيب الفوم نقسمه لقسمين على كل واحدة ونغطي كل توستاي لحالها. تمام، نفس الشيء الثاني كلكم توستاي. نعطيهم القلبة مثل ما هنن هيك، مثل ما هي هيك، نعطيها بس قلبة كاملة ونستنى شوي. نستناهم ليستو، بنجيب شوية بلو بار تقريبا شي 100 جرام بلو بيريز، توت الازرق، بنحطهم بالمايكرويف حوالي شي دقيقة واحدة بس لبين ما يستو. وهيك قلبناهم، شايفين اللي على المنظر هاد يا ويلي، عمارين ومشمرين. هاي أول واحدة، هاي أول توست، وهي الثانية. احنا للطيابة أكثر رح نحطهم فوق بعض أحسن. هلا بنجيب من الدنت اللي هي بطعمة الفانيل او اليوغرت بطعمة الفانيل، وبنحط تقريبا واحدة صغيرة بس بتكفي مشان تعطيها طعم حلوة. طيب هي اسمها فرنش توست على طريقة مستعد. مش تليفون الشرف العجيبة هون. اخر شيء بنرش رشة قرفة. هاي الوجبة صارت جاهزة اللي هي فرنش توست على طريقة موستايل، كتير طيبة رح تعجبكم. بعرف شوي أخذت وقت لأنه أنا عم صورها، بس أنتوا إذا تعودتوا عليها رح تسووها بسرعة، رح تعجبكم. فرنش توست مع البيض، نكهة جديدة بنكهة الحلو الطيبة. طيب خلينا ندوق لكم إياها من هيك. واو بسم الله. شي حشي هي الفرنش توست. جربوه قولوا لي شو رايكم فيها مثل تبع السمك كمان. اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا عجبتكم ولا لا. بشوفكم عن قريب، لا تنسوا لايك وشارك القناه اذا بدكم تدريب شخصي. انا موجود على الفيس او على انستغرام، برامج غذائيه متنوعه لتوصل للهدف تبعكم. تواصلوا معي لهنيك، بشوفكم على قريب يا قاهرين. سلام.